المساجد في المساجد ما فيش فرق عندما تصلي جنب مسؤول جنب رئيس ما فيش فرق كلنا يعني انسان صلي واروح تخرج على طول في المساجد فقط للعبادة ما تعرفش هذا ما تعرفش هذا خشوع صلاة ذكر قراءة قرآن بس ما فيش هذا مسؤول لازم نعرف هذا نتعرف على هذا وهذا أو ممكن نتعشى مع هذا بعد الصلاة صلاة تخرج ويا محمد ليش ما منو لبس الحذاء؟ علشان هو مكان مقدس أو مكان ظاهر أو مش لازم أن يدخلوا بالحذاء أو بغير الحذاء أو لازم أو تشوف إنسان جسمه نجس أو مثل هذا هو حرام أنه يدخل الجامع هذا من الشريعة.